أهلا بكم في قناة أنس أوفيسال الإخبارية. عرض فيلم ألو ابتسام يوم أمس الأحد على القناة الثانية بعد أن طال انتظار جمهور ابتسام تسكت الذي تشوق لاكتشاف الأداء التمثيلي لنجمتهما المفضلة في أول عمل فني لها، خصوصا أنها تلعب فيه دور البطولة. وتضاربت الآراء حول أداء ابتسام، حيث اعتبر البعض منهم أن أداءها كان باهتا ومصطنعا عكس ما توقعوه، بينما التمس البعض الآخر العذر لابتسام باعتبارها أول تجربة احترافية لها في مجال التمثيل، إضافة إلى قصة الفيلم التي اعتبرها البعض كليشي وقصة مكررة وأن الفيلم لم يحمل الجديد. يذكر أن ابتسام لعبت دور مذيعة تعالج المشاكل الأسرية وتدافع عن حقوق المرأة رغم أنها تتعرض للتعنيف من طرف زوجها. ونخدو أول اتصال. للمزيد من الأخبار تابعونا على قناة أنس أوفيس يوتيوب فيسبوك وتويتر.